اللي صار؟ انا ام الولد شافت بنتي وعجبت بي والحت واصرت انه تخطبها، فقلت لها بنتي صغيره ما اخطبها بهذا العمر يعني، فاخذت رقم تليفون ابوها وصارت تلح وجابوا زلم ومره ومرتين واكثر من مره يعني تقدموا لخطوبتها، وبعد الحاح ابوها وافق. ما خلصنا هاي الاجراءات عملوا عقد سيد على مود الحلال والحرام والخطوبه، من وصلنا لعقد المحكمه يعني على اساس الاسبوع اللي وراه يصير عقد محكمه، اخذونا بالمكر وخداع. اجت الام من الصبح اخذتني انا وبنتي لبيتهم على اساس ما اخذتني لبيتهم على اساس تاخذني للمستشفى على فحص الدم بمنطقه جسر دياله، لانه الجماعه يعني من ساكنين منطقه جسر دياله واحنا ساكنين زعفرانيه زين. فاخذتنا بدل ما تودينا على المستشفى ودتنا لبيته. هاي النقطه بالمكر وبالخداع. شنو اللي صار بالبيت؟ فتت على البيت تفاجأت انه بالبيت موجود زلم ابو الولد ومعاه يعني زلم وسلاح، وتفاجأت انه حجزه وبنتي. يابا بس خلونا نرجع لبيتنا، يقولوا انتظروا فحص الدم. بعدين اكتشفنا ماكو فحص دم. المرأة اخذت بنتي طببتها للغرفة، اخذتها من ايدي طببتها للغرفة وخلت ابنها يفوت على بنتي قدام عيني، وانا دقيت الباب طلعت لي اشارة تفضل بكارة، وقالت لي روحي انتو لا اهل ولا دولة ولا عشيرة، احنا الخضراء لنا، احنا الخضراء لنا، احنا الضباط لنا، احنا القائم مقام ابو اسلام لنا. وانا قدمت شكوى حتى يم ابو اسلام، وكل يعني شيء ما حصلنا، كل شيء ما حصلنا. يعني أقول لا مها لا زف لا الله أكبر سلاحنا. ما صايرة اشتكيت يعني عليهم. كيف الناس فقرة مثلاً؟ يوم الأربعاء وصلهم التبليغ من مركز شرطة جسر الديالة، يوم الخميس أعلنوا للعالم العرس. وشيء ثاني، بنتي حضرتني من كل وسائل التواصل. بتتواصل ياك الى الان؟ هاي 20 يوم تقريبا من 7/10 بنتي ما شفتها ولا شافتني اي ام بالعالم. قد عمرها بنتي؟ بنتي مواليد 2009، طفله مراهقه، فرحت بالبدله وفرحت بالخطوبه، هالشكل يصير حاله؟ على الاقل هي تنزف حالها كل بنت عراقيه من بيت اهلها. لا 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 يعني انا لهذا التاريخ شو طب من الداخليه؟ اريد اشوف بنتي بعد ما امن هذول العالم على بنتي، ما دام اخذوها بالمكر وبالخداع، اريد بنتي ترجع لي.